الرفيقات والرفاق، الحضور الكرام، في ذكرى يوم الاستقلال الوطني 14 من أغسطس لعام 1971 ميلادية، نحني هاماتنا إجلالا وإكبارا لشهداء البحرين على مدار نصف قرن من النضال، الذين رووا بدمائهم وتضحياتهم لنا شجرة الحرية حتى بلغنا ذلك اليوم المجيد، يوم الانعتاق من نير الاحتلال البريطاني الذي تسلط على رقاب شعبنا لعقود من السنين، وعمل على زرع الفتن الطائفية والفرقة في صفوف الشعب من خلال مبدأه المعروف فرق تسد، في محاولة يائسة منه لشق وتمزيق وحدة شعبنا الوطنية، حيث تصدى له رجالا شجعان من قادة شعبنا ومناضليه عندما توحدوا في هيئة الاتحاد الوطني في أعوام 1965 56 54، وقادوا النضال الوطني ضد المستعمر البريطاني وأعوانه، وأفشلوا مخططه الطائفي لتقسيم الشعب وتفتيت وحدته الوطنية. ومن المؤسف بأن ذلك المخطط القديم الذي أحبطه شعبنا نجح في تحقيقه أعداء هذا الشعب خلال الفترة الماضية، أي منذ عام ونصف، ولا زالوا مستمرين فيه لمنع توحد الشعب حول مطالبه في الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. جاءت انتفاضة مارس عام 1965 المجيدة لتواصل المسيرة النضالية لشعبنا وتؤكد على وحدته الوطنية ضد المستعمر البريطاني والسلطة الرجعية. وبعدها بدأ الانسحاب البريطاني من الخليج العربي بعد خسارته في اليمن في عام 1967 على يد مناضلين اليمن، وبفضل نضال شعبنا منذ بداية العشرينات من القرن الماضي ورفض هذا الشعب لمطالب شاه إيران بضم البحرين، حيث أكد هذا الشعب الأبي على عروبة البحرين لمندوب الأمم المتحدة في مارس أبريل من عام 1970. وبهذا الصدد سلمت جبهة التحرير الوطني البحرانية رسالة إلى مندوب الأمم المتحدة متضمنة مطالب شعبنا البحريني في الحرية والاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي والديمقراطية. جاء الإعلان عن الاستقلال الوطني للبحرين في يوم 14 من أغسطس عام 1971، وهو اليوم الذي لا يحتفل به من قبل النظام السياسي في البحرين، أسوأ بكل شعوب وبلدان العالم التي تحتفل باستقلالها الوطني لتؤكد على حقها في السيادة الوطنية وتعزيز وحدتها الوطنية وتطوير بلدانها، رغم أنه اليوم الشرعي للاستقلال الذي فيه اعترف العالم بالبحرين دولة مستقلة ذات سيادة نالت عضويتها في هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفيما بعد عضوية غيرهما من المنظمات الدولية. إن الحركة الوطنية والشعبية في البحرين تطالب بالاحتفال بهذا اليوم كعيد وطني للاستقلال، وبإعلانه عطلة رسمية، وبإحياء ذكرى المناضلين والشهداء الذين وقفوا بوجه الاستعمار البريطاني وقدموا التضحيات في سبيل تحرير وطننا من هيمنته. تأتي ذكرى الاستقلال الوطني 41 في واحدة من أسوأ الحقب التاريخية في حياة الشعب والوطن، حيث الانقسام والتشطير الطائفي الذي تزايده بشكل لا مثيل له بعد قمع حركة الاحتجاجات الشعبية في 16 من مارس عام 2011 بإعلان حالة السلام الوطنية لضرب التحرك الشعبي الذي انطلق في 14 من فبراير 2011. جميعكم تعرفون ماذا حدث بعد ذلك لقطاعات واسعة من شعبنا في تلك الفترة السوداء التي لم يعيشها شعبنا من قبل، بالرغم من حملات القمع والترهيب السابقة ضد الاحتجاجات
والانتفاضات الشعبية فسادت في البلاد لغة واحدة، لغة الحلول الأمنية، لغة القوة والترهيب ضد الشعب واستهداف أبناء الشعب بالقتل والاعتقال والتعذيب والفصل من العمل. وبعد تجربة الحل الأمني هل يتعظ النظام السياسي في البلاد ويستفيد من الدروس وينتهج اسلوبا اخرا وهو الحل السياسي وطريقه معروف وواضح المعالم، الحوار الوطني الجاد والشامل بين النظام والمعارضة من أجل وحدة شعبنا وتحقيق تطلعاته وآماله في حياة حرة وكريمة، ومن أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية وتحقيق المملكة الدستورية، وهو الشعار الذي انعقد تحته المؤتمر العام السادس لمنبرنا التقدمي في 27 أبريل الماضي. نرى من أجل إنجاز المملكة الدستورية التي يتحقق فيها تقاسم الثروة والسلطة مما يتطلب تحقيق هذه الشروط: 1. القيام بإصلاحات دستورية تمنح المجلس المنتخب صلاحيات تشريعية كاملة. 2. حكومة تمثل الإرادة الشعبية. 3. تعديل النظام الانتخابي القائم حاليا بنظام ديمقراطي وتوزيع عادل للدوائر الانتخابية. 4. وقف التدابير والإجراءات المقيدة للحريات العامة والتي شكلت تراجعا عن مكتسبات العملية الإصلاحية، وأطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين. 5. الإصلاح السياسي لا يمكن فصله عن الإصلاح الاقتصادي والخدمات الإسكانية والصحية والاجتماعية والتعليم. 6. التأكيد على أهمية النضال السلمي الذي هو كفيل بتحقيق مطالب شعبنا. وفي هذا السياق فإننا ندين العنف والعنف المضاد والممارسات القمعية ضد المواطنين الآمنين في البيوت باستخدام مسيلات الدموع السامة وسلاح الشوزن، مما يسبب سقوط الضحايا الأبرياء من المواطنين، كما أننا لسنا مع إغلاق الشوارع والطرقات بالإطارات وغيرها. في الختام، في ذكرى يوم الاستقلال الوطني المجيد، هل يحقق التيار الوطني الديمقراطي حلم أجيال عديدة ناضلت في صفوفه في وحدة هذا التيار من أجل أن تكون البحرين وطنا عابرا للطوائف، وطن الوحدة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وطن الدولة المدنية ضد الاستبداد والظلم والقهر السياسي؟ عاش يوم الاستقلال الوطني 14 من أغسطس، المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار، وشكرا لكم.